مين افضل مدير فني في رايك؟ افضل مدير فني بيتهيألي هو مانويل جوزيه. يعني مانويل جوزيه انا شايف ان هو راجل عمل حاجات كتير قوي مع النادي الاهلي. جوزيه طبعا، لان راجل حقق بطولات كتير وخد بطولات كتير مع الاهلي. عامه كابتن حسن شحاته بحس ان هو قريب من اللعيبه، عنده خبره كبيره في الكوره. مانويل جوزيه كده بيعرف ينظم الفرقه، ينظم اللعيبه، يحط كل لعيب في المركز اللي هو بيلعب فيه. صح، جه مصر عمل طفره مع الاهلي، وفي كل مره جه ما خيبش ظن الجماهير، حقق بطولات، اكتشف لعيبه. مانويل جوزيه مع النادي الاهلي، لان هو كان معاه فرقه لسه بيبني فريق، وكان معاه عدد من اللاعبين قدر يأقلمهم مع النادي الاهلي، وحصل معاهم بطولات كتيره جدا. طب هل انت من الناس اللي بتفضل ان المدير الفني للمنتخب يكون مصري ولا اجنبي؟ انا شايف ان لو مدرب مصري تمام هيبقى كويس، لان احنا بص المصريين عاده لازم في طريقه معينه كده تتعامل معاهم بيها. والله على حسب، ممكن لو في مدير فني، بس طبعا ده على حسب الجهاز الفني كله على بعضه. ممكن مدير فني مع الجهاز الفني بتاعه، الجهاز الاداري يبقوا كويسين. مثلا عندنا الزمالك في الاداره برضو بتتدخل ساعات مع المدير الفني والمدربين والحاجات دي، فبيضطر ان هو بيأثر على اللعيبه. لا مش شرط، بس برضو حسام البدري ما كانش وحش، حسام البدري كويس. ما تفرقش، هتتوقف على الشخصيه. اللاعب المصري بالنسبه له ممكن المدرب يبقى 90% شخصيه و10% تكتيك جوه الملعب، بس مجرد رهبه اللعيب وخوف اللعيب من الراجل اللي واقف على الخط بالبلدي زي ما احنا بنقول كده بياكل النجيله.